معايير الإيمان الصحيح، يعني أعرف إزاي أميز بين إن ديت مسألة ثانوية ما تستحقش، مش لازم إن إحنا نضيع وقت فيها، والحاجة اللي لأ إن نموت علشانها. يعني مثلا التقليد بتاعنا بيقول إن القديس يوسف النجار كان أرمل وكان كبير في السن، وأنا كنت لسه في رحلة إلى تركيا ولقيت الأيقونات اللي عندهم هناك القديمة، أقدم الأيقونات، رسمين القديس يوسف النجار راجل شيخ، فانبسطت وقعدت أصور عشان برضو يبقى عندي الأيقونات دي القديمة. الكنيسة الغربية، الكنائس الغربية يعملوه شاب صغير وحاجات كده يعني لا تليق يعني بقداسته أو بمكانته. ناس يقولوا كان أرمل وله إخوات أولاد اللي هم طبعا بالتبني بقى هيبقى سمه إخوة الرب، أو في رأي تاني يقول أولاد خالته. سليم ورأي تاني رأي غير سليم، دي حاجة ما نضيعش وقت فيها. يعني تقليدنا بنتمسك بيه، ولكن دي مش هتفرق في الخلاص، يعني دي مش هنضيع وقت فيها. لكن ايه بقى اللي شغل الآباء؟ ما شغل آباء الكنيسة في جهادهم للحفاظ على الإيمان هو ارتباط الإيمان السليم بالخلاص الذي قدمه الرب يسوع. عشان كده الآية اللي قلت لكم قعدت في الأول كلمهم قديس يهوذا عن الإيمان المشترك وربطه عن الخلاص المشترك وربطه بالإيمان المسلم مرة للقديسين، يبقى في هنا علاقة ما بين الخلاص المشترك والإيمان المسلم مرة للقديسين. وعندنا طبعا آيات كتيرة منها من آمن واعتمد خلص، برضو ارتباط الإيمان بالمعمودية بالخلاص.